السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا بكل خير جميعا. طيب شباب، خلينا نكمل اليوم المحاضرة الثالثة اللي بهذا الأسبوع. خلينا نعمل شير سكرين. طيب المحاضرة الماضية كنا كملنا الأشياء اللي بتخص اللي هو modulation اللي هو double sideband suppressed carrier، واليوم إن شاء الله رح نبدأ بنوع جديد من المودوليشن اللي هو الدبل سايد باند لارج كارير. فإذا المودوليشن اللي مرينا عنه كملناه لغاية الآن هو زي ما قلنا اللي هو الدبل سايد باند سبريست كارير. أوكي طيب، هل هذا النوع من المودوليشن تحدثنا كيف نعمل المودوليشن وكيف نعمل ديموديليشن على الريسيفر سايد. طبعا من اهم المشاكل اللي او المآخذ على هذا النوع من الموديليشن اللي ذكرناها انه الحاجه الاساسيه للسينكرونايزيشن في هذا النوع من الموديليشن. فاذا الريسيفر ما كان فولي سينكرونايز مع الانكمينج كارير من ناحيه الفريكوانسي والفيز، بصير عندنا ديستورشن في الريكفرد سيجنال. وطبعا السينكرونايزيشن هذا بشكل اخر شو معناه؟ معناه انه في بدك تضيف اللي هو السيركت المسؤول عن السينكرونايزيشن في الريسيفر. هاي بتعني لي تكلفه زياده بالنسبه للريسيفر، تعني لي حجم زياده بالنسبه للريسيفر، ويعني كومبلكسيتي اكبر بالستركتشر تبع الريسيفر. لذلك هاي هي المأخذ الوحيد تبع اللي على الدبل سايد باند سبريست كارير اللي هو الحاجه للسينكرونايزيشن. اوكي، من هون طبعا اجى التفكير بنوع اخر من الموديوليشن اللي بحلي او بتجاوز مشكله السينكرونايزيشن الموجوده بالدبل سايد باند سبريست كارير. النوع الثاني اللي رح نيجي نتعرف عليه في من الموديوليشن اللي هو اللي اسمه الدبل سايد باند لارج كارير موديوليشن. اوكي، رح نشوف هذا، نشوف هلا نتحدث عنه، نشوف كيف انه هو تجاوز مشكله السينكرونايزيشن او الحاجه للسينكرونايزيشن يعني اللي بنحتاجها في حاله السبريست كارير موديوليشن. طيب إذا قلنا المشكلة الأساسية بالنسبة للدبل سايد باند سبريست كارير هي الحاجة للسينكرونايزيشن. حلينا هاي المشكلة بإنه صار في يعني أوجدنا نوع جديد من الموديوليشن اللي هو الدبل سايد باند لارج كارير موديوليشن. كيف حلينا مشكلة السينكرونايزيشن؟ راح نشوف لقدام بالمعادلات إنه بالدبل سايد باند لارج كارير إنه إحنا بننقل مع الفاي اوف تي، مع السيجنال الموديوليتد سيجنال، ننقل تيرم جديد بيحتوي على الكارير نفسه. وبالتالي هاي العمليه انه انا وديت تيرم جديد معي بالترانسميتد سيجنال بيحتوي يعني بيحتوي هذا التيرم على الكارير. هذا يعني هاي البروسيس بتؤدي لانه يعني بتسهل علينا عمليه الديموديوليشن، بتخلينا نقدر نعمل ديموديوليشن بدون ما يكون في سينكرونايزيشن مع الفريكونسي والفيز للانكومينج كارير. طيب طبعا الدبل سايد باند لارج كارير موديوليشن في له اسم اخر شائع اللي هو بنسميه كمان غير دبل سايد باند لارج كارير، بنسميه احيانا بنقول عنه الاي ام موديوليشن. اوكي طبعا الدبل، ليش بنقول عنه هلا الاي ام موديوليشن؟ اللي هي فعليا يعني على يعني نظريا دبلز الاي ام موديوليشن او الامبليتيود موديوليشن بيشمل الدبل سايد باند لارج او عفوا سبريست كارير، وبيشمل كمان اللي هو الدبل سايد باند لارج كارير. الثنتين هم عباره عن امبليتيود موديوليشن، لكن درج القول انه لما نقول اي ام موديوليشن انه نعني فيها الدبل سايد باند لارج كارير. ليش؟ لانه التطبيق يعني عمليا يستخدم اللارج كارير بشكل شائع اكثر من السبريست كارير. فمثلا محطات الاذاعه
محطات التلفزيون كلها بتستخدم دبل سايد باند لارج كارير مودوليشن، وبالتالي بسبب شيوع الكبير صرنا لما نقول اي ام مودوليشن يعني فيها اللي هو دبل سايد باند لارج كارير. اوكي طيب، طيب هلا نيجي رياضيا نشوف كيف احنا بنمثل الدبل سايد باند سيجنال. هلا كنا لما كنا نتحدث عن دبل سايد باند سبريست كارير سيجنال كنا نقول فاي بتساوي فاي اوف تي بتساوي اللي هي الاف اوف تي في كوساين اوميجا سي تي. ماشي، هاي الفاي يعني نحط نعطيها سب دبل سايد باند سبريست كارير. اوكي هلا باللارج كارير دبل سايد باند لارج كارير بنعطي الفاي موديوليتد سيجنال يا اما سب دبل سايد باند لارج كارير او ممكن نعطيها فاي سب اي ام. اوكي الثنتين يعني بيعنوا لي اللي هو الدبل سايد باند لارج كارير. هون عندنا الفاي اي ام اللي هي لارج كارير سيجنال شو بتساوي؟ بتساوي الاف اوف تي في كوساين اوميجا سي سب تي اوميجا سب سي تي اللي هو هذا الترم، وفي عندي بلس اي كوساين اوميجا سي تي. طيب هذا الترم الاول هو نفسه اللي كنا نوجده في حاله ال اللي هو الدبل سايد باند سبريست كارير موديليشن. اما هون عندي الترم الثاني هذا ترم جديد تم اضافته في هذا النوع من الموديليشن. اوكي طبعا هون عندي الترم الاول اللي هو قلنا نفسه السابق وفي بيحتوي على الاف اوف تي، لكن الترم الثاني فعليا هو عباره عن الكارير نفسه الساينوسويد بمضروب بسكيل بالامبليتيود تبعه اللي هو A. اوكي فالاختلاف الوحيد هون في عندنا بالدبل سايد باند لارج كارير هو ان اضفنا هذا الترم اللي هو بنسميه الكارير تيرم. اوكي طيب هذا اذا بالتايم دومين. هلا نيجي على الفاي بالفريكونسي دومين. هسه الترم الاول هذا عندي اف اوف تي مضروبه في الكوساين بيطلع منها تو تيرمز مظبوط، نص الاف اوف اوميجا بلس اوميجا سي اللي هي شيفت على الشمال، وهي نص الاف اوف اوميجا ماينس اوميجا سي اللي شيفت على اليمين. بعدين التيرم تبع الكارير شو بيطلع منه؟ اي باي دلتا بلس دلتا اوف اوميجا بلس اوميجا سي بلس باي اي دلتا اوف اوميجا ماينس اوميجا سي. فنيجي نشوف بالرسم شو الفرق بين الدبل سايد باند لارج كارير والدبل سايد باند سبريست كارير. هون عندنا السيجنال اف اوف تي. اوكي و هاي الاف اوف تي، هون عندنا اللي هو الاف اوف اوميجا فريكوانسي سبيكتروم للاف اوف تي. بعدين هون عندنا اللي هو ضربنا الاف اوف تي في الكوساين، هاي اللي كنا عملناها هاي البروسيس بالدبل سايد باند سبريست كارير، قلنا هاي بالفريكونسي دومين هي عباره عن كونفوليوشن بين هذا السبيكتروم مع تو دلتاز. لما نعمل كونفوليوشن بنلاحظ انه بنشفت هاي السيجنال مره هون ومره على الشمال باوميجا سي. هلا الشيء الزياده باللارج كارير هو انه ردينا جمعنا هذا هاي السيجنال جمعناها بالسيجنال اللي فوقيها فبصفي انه طبعا هاي السيجنال شو بالفريكونسي دومين هي عباره عن تو دلتاز، دلتا عند الاوميجا سي ودلتا عند ماينس اوميجا سي. هلا عمليه الجمع عندي هون بالتايم دومين، هون عندي عمليه بتقابل عمليه جمع في الفريكونسي دومين. لما جمعنا هون هذا الشيء جمعناه مع الكارير فعليا شو بصير؟ نوصل لهاي السيجنال، وبالفريكونسي دومين جمعنا هاي السيجنال مع هاي مع الدلتاز تنزل السبيكتروم تبع السيجنال زي ما هو وبتنزل الدلتاز عند الماينس وبلس اوميجا سي. فلما نطلع على الرسمه مره ثانيه بنلاحظ خاصه الرسمه تبعت الفريكونسي دومين بنلاحظ انه
الفرق الوحيد بين اللارج كارير والسبريست كارير موديليشنز انه اللارج كارير نلاحظ وجود الدلتا هون والدلتا هون اند ماينس بلس اوميجا سي، لكن في حاله السبريست كارير موديليشن كنا نلاحظ انه السبيكتروم تبع السيجنال موجود عند الاوميجا سي وماينس اوميجا سي، لكن الدلتاز غير موجوده. اوكي، فهذا هو. وبالتالي لانه هون في اللارج كارير موجوده عندي الدلتاز ظاهره، فسمينا الموديليشن هذا دبل سايد باند لارج كارير، انه الكارير موجود او الدلتاز موجوده، لكن هون في عندنا دبل سايد باند سبريس كارير كونه مش شايفين الدلتاز هون، فسميناه ايش؟ سبريس كارير، يعني كانه الدلتاز مخفيه او غير موجوده سميناها سبريس. اوكي، طيب هذا اذا بالنسبه للفرق بالفريكوانسي دومين. بالتايم دومين نيجي نشوف الفرق بين الفاي اوف تي اللي هي الدبل سايد باند سبريس كارير اللي هي هاي السيجنال، وهي عندنا الفاي اوف تي لمين؟ للدبل سايد باند لارج كارير. الفرق بينهم بنلاحظ انه شكل السيجنال هذا الخط المقطع هو عباره عن الانفلوب للكارير، يعني في عندي شكل معين في اطار معين، وهذا الاطار معبى بالكوساين سيجنال اللي هو بنسميه الكارير، فهي اسمها الكارير وهذا اسمه الانفلوب. اوكي، نفس الشيء هون في عندي اطار اللي هو للسيجنال، برضه بنسميه هذا الاطار بنسميه الانفلوب اللي باللون البرتقالي، وهنا اللي جوا بنسميه الكارير اللي هو نفسه الكوساين سيجنال بتردد معين. طيب لما نيجي نقارن التو سيجنالز، هاي السيجنال رقم واحد وهي السيجنال رقم اثنين، نقارنهم ببعض بنلاحظ انه السيجنال رقم اثنين فيه تم يعني رفعها بمقدار دي سي شيفت معين، هذا الدي سي شيفت كم قيمته؟ قيمته A اللي هو ال اللي هي الامبليتيود للكارير. اوكي، اللي هي هاي، فهون كان عندي النقطه اللي كانت عندي الزيرو هون صارت ايش قيمتها؟ A. ماشي، ففي عندي دي سي شيفت بالنسبه لللارج كارير، هذا الدي سي شيفت ترجم لوين؟ ترجم انه عندي دلتاز بالفريكوانسي دومين. طيب هلا رح نيجي نبسط كمان في المعادلات. طيب هلا اذا قلنا انه الفاي اوف تي اللي هي الاي ام سيجنال او اللارج كارير سيجنال، قلنا انه هي فعليا شو بتساوي؟ بتساوي قلنا اللي هو f of t cosine omega c t plus a cosine omega c t. أخذنا omega c t أو cosine omega c t عامل مشترك، وظل عندنا جوا الأقواس ال a plus f of t. هذا ال amplitude of the carrier. وهي عندنا ال message signal. اوكي، طيب هلا في عندي باللارج كارير موديوليشن في عندي لازم يكون في علاقه او شرط معين ينطبق على العلاقه بين الاي والاف اوف تي. اوكي، هذا الشرط اللي هو زي ما هو مبين عندنا هون انه الاي اللي هي الامبليتيود اوف ذا كارير لازم تكون اكبر او يساوي من الماجنتيود للمينيمم اوف اف اوف تي. اوكي، هلا بنشوف بالرسم شو معنى هذا الكلام. طيب هلا عندنا هون هذا اكزامبل انه هي مثلا الاف اوف تي اللي هي المسج سيجنال، نفترض انه هاي النقطه اللي هي المينيمم
أو مش نفترض هي هاي النقطة هي المينيمم أوف أف أوف تي ماشي؟ خلينا نسميها مثلاً المينيمم هاي خلينا نسميها بي مثلاً ماينس بي أوكي؟ هلأ بدنا نفترض إنه الشرط تحقق إنه الأي عندي إنه الفاي أوف تي هيها موديوليتد سيجنال بتساوي A plus F of T كل مضروب في cosine omega CT ماشي هاي modulated signal اللي بدنا بدنا نقول انه الشرط تبع انه الA اكبر من الماجنتيود المينيمم متحقق اوكي فاذا هاي المينيمم بتساوي عندي minus B فانه الA هاي لازم تكون اكبر من ايش magnitude للماينس B بالتالي A لازم تكون أكبر من B. فإذا يا شباب هون إذا بنحقق هذا الشرط فالـ A لازم تكون أكبر من الـ B. ماشي؟ عشان الـ A تكون أو قصدي إذا كانت الـ A أكبر من الـ B ماشي؟ فإنه لما بجمع الـ A زائد الـ F of T اللي هو هون الفاي فانه المينيمم اللي هو المينيمم فاليو اوف اف اوف تي رح تنرفع فوق الزيرو ليش؟ لانه الاي اكبر منها فالدي سي شيفت هذا رح يرفع السيجنال بحيث انه المينيمم بدل ما كانت هون عند الماينس بي رح تصير عندي هون عند الاي ماينس بي حتكون هاي قيمه ايش؟ مالها بوزيتيف لانه قلنا انه الاي اكبر من البي اوكي ف بهاي الحالة بصير شكل الفاي اوف تي اللي هي موديوليتد سيجنال اي ام موديوليتد سيجنال حتكون بهذا الشكل. طيب هذا الشيء شو بفيدنا؟ ليش انه لازم تكون الاي اكبر من المينيمم اوف اف اوف تي؟ لانه الريسيفر في حالة اللارج كارير موديوليشن شو بيساوي؟ ما بيعمل سينكرونس ديتكشن زي ما احنا شفنا بالسبريس كارير موديوليشن وانما شو بيسوي هون؟ انه بس تدخل هاي السيجنال هاي بتجيني على الريسيفر سايد هون عندي عند الريسيفر على في الريسيفر في شيء اسمه انفلوب ديتكتر اوكي سيركت اسمها انفلوب ديتكتر وهي الانفلوب ديتكتر فعليا شو بتسوي؟ جايها هاي الانكمينج سيجنال جايتها بتاخذ القيمه المطلقه للانفلوب تبع الانبوت سيجنال فعندنا الانبوت سيجنال هاي هي الفاي ماشي فتاخذ القيمة المطلقة للانفلوب اللي هو هذا الانفلوب البوزيتيف بارت يعني البوزيتيف بارت من الانفلوب اللي جايني فهون البوزيتيف بارت اللي هو هذا منقط باللون البرتقالي فبيطلع عندي على الاوتبوت من الانفلوب ديتكتر اللي هو هاي السيجنال اوكي الكارير ما لي دخل فيه اوكي بس بيطلع عندي الانفلوب طيب هسه هذا الانفلوب اللي بيطلع عندي من الانفلوب ديتكتر لو قارناه بالمسج سيجنال الاصليه اللي هي الاف اوف تي بنلاحظ انه كشكل هو نفس شكل الاف اوف تي نفس شكل المسج سيجنال لكن في فرق واحد هو انه في عندنا دي سي شيفت ماشي طبعا هذا الدي سي شيفت لا يعتبر ديستورشن يعني لا يعتبر انه هذا سوى لي مشكله بالانكمينج سيجنال هذا عباره عن يعني دي سي شيفت ممكن نتخلص منه بسهوله في الريسيفر لهذا الدي سي شيفت لكن احنا اللي بيهمني انه شكل السيجنال والكونتنت اللي بالسيجنال ظله زي ما هو فبيكون هيك عندي انه انا باعتبار استرجعت السيجنال الاصلي يعني لو دخلت هاي السيجنال اللي طلعت على شيء بسموه دي سي كابلر اللي هو عباره عن كاباسيتر هذا الدي سي كابلر فعليا بتخلص لي من اللي هو الدي سي شيفت هذا برجع لي السيجنال بهذا الشكل ففعليا انا استرجعت السيجنال الاصليه طبعا الانفلوب ديتكتر هاي السيركت عباره عن شيء فيري سمبل فيري بيسك سيركت وبالتالي لا حجما ولا تكلفه ولا تعقيدا بتقارن بالسينكرونس ديتكتر اللي بنشوفه في حاله السبريس كارير موديوليشن فلذلك طبعا هاي هي الادفانتج الاساسيه اللي احنا بنحصلها لما ننتقل من الدبل سايد باند
suppressed carrier modulation للlarge carrier modulation. اوكي انه بنلغي الحاجه الى انه احنا نحتاج الى synchronous detector. طبعا لازم بس لازم شو نحقق هذا الشرط عشان نقدر نستخدم الانفلوب ديتكتر ونستغني عن synchronous detector. ماشي. طيب هاي اذا كانت الاي تحقق لي الشرط. خلينا نشوف رسمه ثانيه انه الاي ما بتحقق الشرط، يعني الاي مش اكبر من المينيموم اف اوف تي. هاي الرسمه بتمثل لي انه الاي مش اكبر من المينيموم اوف اف اوف تي، وبالتالي الدي سي شيفت اللي رفع لي السيجنال هون ما رفع، لانه الاي قلنا هي اقل من المينيموم، فلما الاي عملت دي سي شيفت معين، هذا الدي سي شيفت ما رفع المينيمم تبعت السيجنال لفوق، خلاها قيمه موجبه وانما ظلت نيجاتيف فاليو. طيب فهاي السيجنال هي اللي جايتني انا على الريسيفر، فراح تدخل على الانفلوب ديتكتر. طبعا هون في عندنا انفلوب ديتكتر، قلنا الانفلوب ديتكتر تيجي انبوت سيجنال، شو بياخذ من الانبوت سيجنال؟ بياخذ فقط الجزء الموجب من الانبوت سيجنال، الانفلوب الموجب من الانبوت سيجنال، يعني القيمه المطلقه. فهون ايش؟ الجزء الموجب هي. اوكي؟ فاللي راح يطلع من الانفلوب ديتكتر حتكون هاي السيجنال، ماشي؟ هاي السيجنال لو نيجي نقارنها بالاوريجينال مسج سيجنال راح نلاقي انها اختلفت بالشكل، ماشي؟ تماما اختلفت بالشكل، الانبوت الاوريجينال سيجنال كانت اشي زي هيك، هاي كانت الاف اوف تي، لكن نيجي على السيجنال اللي طالعه من الانفلوب ديتكتر هاي فيها ديستورشن واضح، هذا اختلاف واضح بين الاوتبوت مسج او الاوتبوت سيجنال من الانفلوب ديتكتر والاوريجينال مسج سيجنال. فنلاحظ انه لما الشرط انه الاي كانت اقل من المينيموم تبع اف اوف تي ما قدرت انا اعمل ديتكشن بالانفلوب ديتكتر، ماشي؟ فالشرط مره ثانيه عشان انا بالاي ام لارج كارير عشان استخدم الانفلوب ديتكتر واسترجع الاوريجينال سيجنال زي ما هي، هو انه الاي يعني شود بي جريتر ذان ذا مينيموم، طبعا يعني اكثر من الابسوليوت فاليو اوف ذا مينيموم اوف اف اوف تي. طيب طبعا الانفلوب ديتكتر الاوبريشن تبعته بشكل اساسي هي فعليا انه بتيجي الانبوت سيجنال، الانبوت سيجنال اللي هي قلنا الفاي، هاي الفاي فاي اي ام اوف تي اللي هي عباره عن الاي بلس اف اوف تي الكل مضروب بمين؟ مضروب بكوساين اوميجا سي تي، ماشي؟ هاي السيجنال هي اللي تكون على الانبوت للانفلوب ديتكتر. هاي بتدخل السيجنال على الانبوت الانفلوب ديتكتر، والاوتبوت من الانفلوب ديتكتر حيكون ار اوف تي، ار اوف تي اللي هي الجذر التربيعي لل اف اي بلس اف اوف تربيع اف اوف تي تربيع الكل تحت الجذر، اللي هي نفسها بتساوي الابسوليوت فاليو اوف اي بلس اف اوف تي، ماشي؟ اذا هاي الاوبريشن اللي بسويها الانفلوب ديتكتر، ماشي؟ طيب هلا نفس المعادلات اللي استخدمناها بس هون بدنا نطبق سبيشال كيس اللي هي نفترض فيها انه المسج سيجنال، المسج سيجنال اللي هي اف اوف تي هي ايضا عباره عن ايش؟ ساينوسويد، اوكي؟ له امبليتيود معين وهو عباره عن كوساين سيجنال. فالاف اوف تي تبعتنا هون هي عباره عن ساينوسويد، الامبليتيود له هو اي سب ام، اوكي؟ طيب هلا نيجي نطبق المعادلات اللي اشتغلنا فيها، بس افتراض انه الاف اوف تي هو عباره عن هذا الساينوسويد. طيب قبل ما يعني
نرجع للمعادلة الأصلية بدنا نعرف فاكتور معين نسميه اللي هو أم. ماشي، هذا الأم إيش بيساوي؟ بيساوي البيك دبل سايد باند سبريس كارير أمبليتود على البيك كارير أمبليتود. يعني إيش بيساوي الأم؟ البيك دبل سايد باند سبريس كارير أمبليتود، عندنا السيجنال اللي تبعت الـ AM modulation إيش بتساوي؟ بتساوي اللي هو F of T cosine omega CT plus اللي هو A cosine omega CT. ماشي، هلا دبل سايد باند سبريس كارير، البارت تبع الدبل سايد باند سبريس كارير اللي هو هذا البيك له، اللي هو البيك تبع الاف الاف اوف تي، يعني هذا البيك اوف اف اوف تي، بيك اوف اف اوف تي. ماشي، والبيك كارير امبليتيود اللي هو البيك تبع هذا الترم اللي هو الاي. ماشي، فبصير عندنا البيك اوف اف اوف تي، اذا كانت الاف اوف تي زي ما افترضنا ان هي عباره عن ساينوسويد يساوي A sub M في كوساين أوميجا sub M T، فإنه البيك تبعه متى؟ لما تكون الكوساين واحد، فالبيك هو A sub M. ماشي، والبيك تبع الكارير اللي هو الـ A. ماشي، فمعناته الفاكتور اللي هو M، الفاكتور اللي هو الـ M بيساوي الـ A sub M مقسومة على الـ A. أوكي، هذا الفاكتور بنسميه اللي هو المودوليشن إندكس. اوكي، هلا الموديوليشن اندكس، لا احنا قلنا انه عشان اعمل لارج كارير موديوليشن واستخدم الانفلوب ديتكتر عشان تو ريكفر الاوريجينال سيجنال، قلنا انه في شرط لازم يتحقق انه هو الاي شود بي جريتر ذان ذا ابسولوت فاليو اوف ذا مينيمم اوف اف اوف تي. ماشي، هذا لو اجينا نترجمه بلغه الام اللي هو المودوليشن اندكس، هذا نفس المعنى انه نقول انه المودوليشن اندكس تبع السيجنال لازم يكون طبعا اكبر او يساوي واحد، هون المودوليشن اندكس اقل او يساوي واحد، فهي العلاقه نفسها بنترجمها اذا كانت الاي اكبر من الابسوليوت فاليو للمينيمم اوف اف اوف تي، معناها راح يكون عندي تحصيل حاصل المودوليشن اندكس اقل او يساوي واحد. ماشي، هيك احنا if m is less than or equal to 1 then the signal phi am of t could be demodulated using the envelope detector. اوكي، السيجنال بتقدر انه يعني اذا كانت الام اقل من واحد، المودوليشن اندكس اقل من واحد، نقدر نستخدم الانفلوب ديتكتر تو ريكفر ذا اوريجينال سيجنال without any distortion. لكن if m is greater than 1 the signal is said to be over modulated and it could not and the message signal could not be recovered or demodulated using the envelope detector. ماشي، إذا الأم أكثر من واحد
بنسمي السيجنال الفاي موديوليتد سيجنال بنسميها اوفر موديوليتد اوكي، وما بنقدر نستخدم الانفلوب ديتكتر تو ريكفر الاوريجينال سيجنال اللي هي الاف اوف تي. طيب نيجي هون بالرسم نشوف ثلاث حالات يا شباب. اول شيء طيب نرجع هون معادله الفاي قلنا هي عباره عن الاي كوساين اوميجا سي بلس الاف اوف تي في كوساين اوميجا سي تي. هلا اذا الاف اوف تي بدلناها كانت عباره عن ساينوسويد فبنحط مكانها اي ام في كوساين اوميجا ام تي، بعدين الاي ام كتبناها بدلاله الموديوليشن اندكس، قلنا انه الموديوليشن اندكس بيساوي الاي صب ام على الكابيتال اي، فالاي ام نقدر نعبر عنها بانها الام مضروبه في الاي ماشي. فهاي الحاله نطلع الكوساين اوميجا سي تي عامل مشترك والاي عامل مشترك، بصفي عندي جوا الاقواس اللي هو 1 بلس ام كوساين اوميجا صب ام تي. طيب هاي المعادله بدنا نستخدمها بالرسم عشان نشوف اللي هو شو تاثير قيم الام على عمليه الديموديوليشن. هلا عندي هاي المسج سيجنال اللي افترضنا انه هي عباره عن كوساين بفريكونسي قيمته اوميجا ام اوكي، طبعا الاوميجا صب ام اللي هو الفريكونسي تبع المسج سيجنال دائما بيكون اقل بكثير من الاوميجا صب سي، هذا اسمه الكارير فريكونسي ماشي، وهذا البيس باند فريكونسي او المسج سيجنال فريكونسي. طيب فهي عندنا المسج سيجنال كوساين اوميجا صب ام، بدنا نعملها موديوليشن باللارج كارير. فنيجي على الحاله الاولى، الحاله الاولى انه الام اكبر من واحد الحمد لله رب العالمين. طيب الحاله الاولى انه الام اكبر من واحد، فبالتالي هاي الحاله شو بتقابلها؟ بتقابلها انه الاي مش اكبر من المينيموم تبع الاف اوف تي ماشي، مش اكبر، يعني الاي اقل من المينيموم تبع السيجنال، وبالتالي لما عملنا موديوليشن شكل السيجنال ظل عندي زي هيك. لما ندخل هاي السيجنال على الانفلوب ديتكتر شو راح يطلع الاوتبوت؟ راح يطلع هاي السيجنال واللي هي طبعا ما لا تشابه او لا تماثل الاوريجينال سيجنال اللي هي الكوساين هاي. فهاي فيها ديستورشن، هاي ديستورشن سيجنال ما وغير مطابقه للاوريجينال سيجنال اللي هي هاي اوكي. هاي اذا كانت الام اكبر من واحد وقلنا الحاله هاي بنسميها اوفر موديوليشن. طيب الحالة الثانية اللي هي الام بتساوي واحد، شو يعني الام بتساوي واحد؟ معناها انه الاي بتساوي بالضبط بتساوي القيمة المطلقة للمينيموم اف اوف تي. في هاي الحالة الفاي شو بيكون شكلها؟ بيكون زي هيك، بندخل هاي الفاي على الانفلوب ديتكتر، شو رح يطلع من الانفلوب ديتكتر؟ راح يطلع عندي اللي هو السيجنال هاي. طبعا هاي السيجنال مماثله ولا مش مماثله للاف اوف تي؟ هي مماثله تماما للمسج سيجنال. المسج سيجنال كانت عباره عن كوساين، هاي عندنا عباره عن كوساين تماما لكن معمول له دي سي شيفت، النقطه هاي انرفعت لدي سي شيفت مقداره ايه ماشي، وقلنا الدي سي شيفت هو لا يعتبر ديستورشن ابدا والتخلص منه جدا ما في اي مشكله، اللي هو بادخال هاي السيجنال بندخلها على اللي هو دي سي كابلر هو عباره عن كاباسيتور، بتخلص من الدي سي شيفت وبرجع بحصل لي هاي السيجنال الاصلي اللي هي نفسها المسج سيجنال
اوكي فبنلاحظ انه لما تكون الام بتساوي واحد ما في عندي distortion. فهون انا I can use the envelope detector to اللي هو detect او to recover the original signal يعني safely without any problems. هلا هاي الحاله الثالثه اللي هي الام اقل من واحد، وهي الحاله شو بتمثل لي؟ انه الاي اكبر من المينيمم اوف اف اوف تي، وهي الحاله طبعا هاي السيجنال بتحب بهاي الحاله بتكون انا الفاي تبعتي هي بهذا الشكل، لانه الدي سي شيفت اللي هو الاي اكبر من المينيمم اوف اوف ذا سيجنال، فبالتالي المينيمم تبعون الكوساين بيرتفعوا فوق الاكس اكسس او تايم اكسس، فبدا بصيروا كلهم بوزيتيف فاليوز. فاللي بيطلع عندي من الانفلوب ديتكتر هو ايش؟ السيجنال التالي. ماشي، وهي السيجنال طبعا مماثله تماما للاوريجينال سيجنال، لكن في عندنا قلنا ايش اللي هو الانفلوب ديتكت، في عندنا اللي هو الدي سي شيفت عفوا اللي ممكن اني اتخلص منه بسهوله، بالتالي استرجع الاوريجينال سيجنال. فالحالتين اللي هم معناته اخر حالتين انه الام اكبر من واحد او الام بتساوي واحد، هذول الحالتين يعني ما فيهم اي مشاكل، و يعني بيخدموني في حاله اللي هو الانفلوب ديتكشن اوف ذا سيجنال. فمعناته الجنرال يعني رول انه الام اكبر عفوا الام لازم تكون اقل او تساوي واحد عشان انا اقدر يعني استخدم الانفلوب ديتكتر فور ديتكتنج او ريكفرينج ذا اوريجينال سيجنال. ام شود بي ليس ذان اور ايكوال to one in order to use the envelope detector for recovering the original signal. F of t without any distortion. ماشي، طيب هلا في عندي هون اللي هو نعرف بارامتر جديد اللي هو اسمه percentage of modulation. البرسنتج اوف موديليشن زي ما انتم شايفين يا شباب هو ايش بيساوي؟ الماكسيمم ماجنتيود ماينس المينيمم ماجنتيود على الماكسيمم ماجنتيود بلس مينيمم ماجنتيود ضرب 100%. الماكسيمم والمينيمم لمين؟ الماكسيمم هو الماكسيمم اوف فاي اي سب ام اوف تي ماينس المينيمم اوف فاي اي ام اوف تي على الماكس of phi am of t plus المينيمم of phi am of t في 100%. لما نيجي الماكسيمم ماجنتيود للفاي هو هذا الاشي 1 plus m المضروب في a، والمينيمم هي 1 minus m كل مضروب في a على الماكس plus المينيمم في 100%، اللي هو راح يطلع لنا ال percentage of modulation حيطلع عندنا بيساوي الام في 100%. فاذا كانت قيمه الام بتساوي واحد، هذا ايش معناه؟ اذا الام بتساوي واحد فانه الامبليتيود اوف ذا كارير بيكون ايش بيساوي؟ الامبليتيود اوف ذا اوريجينال سيجنال اوف ذا مسج سيجنال. بالتالي احنا بنقول ان البرسنتج اوف موديوليشن بتساوي ايش؟ 100%. ماشي، يعني هاي. لكن اذا كانت مثلا البرسنتج اوف موديوليشن فرضا بتساوي 50%، فانه بهاي الحاله بنقول انه الامبليتيود اوف ذا سيجنال از ايكوال تو 1 هاف ذا امبليتيود اوف ذا كارير. فاحنا القاعده العامه انه المسج سيجنال مسموح لها الامبليتيود للمسج سيجنال مسموح له انه يكون الماكسيمم له انه يكون قد الامبليتيود للكارير، بصير يكون اقل من الامبليتيود للكارير، لكن الماكسيمم للمسج سيجنال هي ان تكون بتساوي الامبليتيود اوف ذا كارير. وفي هاي الحاله اذا كان الحاله الماكسيمم انه الامبليتيود اوف ذا
message signal is equal to the amplitude of the carrier, في هاي الحالة بنكون إحنا اللي هو حصلنا 100% percentage of modulation. Okay. فال percentage of modulation بتكون if m is equal to 1 percentage بتكون 100%. إذا الآن مثلا بتساوي ربع البرسنتج بتكون 25% وهكذا. طيب بس شغلي هون إنه نوضح ليش إنه الماكسيموم ماجنتيود الفاي طلع بيساوي معي 1 plus AM يقول في A وإنه المينيموم الفاي طلعت بتساوي عندي 1 minus M في الA. هلا نرجع نكتب الفاي عشان نتذكر شو هي الفاي اوف تي. اذا كان طبعا مرة ثانية نكتب كل الاشتقاقات هاي احنا على افتراض انه الاف اوف تي هي عبارة عن sinusoid اللي هو A sub M في cosine omega M T. طبعا ليش يا شباب احنا هون افترضنا انه الاف اوف تي هي عبارة عن sinusoid كل الاشتقاقات بنيناها عليها؟ لانه الافتراض هذا جدا واقعي، يعني بيعطيني ريزلتس، يعني لما اشتق بناء على انه الاف اوف تي هي عباره عن كوساين فانه النتائج اللي بتطلع معي هي يعني جدا دقيقه وقريبه من الواقع، وبالتالي بقدر ابني عليها نتائج واستنتاجات كثيره. ماشي؟ يعني حتى لو كانت الاوريجينال يعني المسج سيجنال مش كوساين، وهذا معظم الاحيان هي مش كوساين، لما نحكي عن فويس او نحكي عن داتا هي مش كوساين، لكن لما نشتق احنا شغلنا بناء على انه هي كوساين بيطلع الريزلتس اللي بتطلع معي بتكون دقيقه ومشابهه للواقع لدرجه كبيره من الصحه. اوكي؟ فعشان يعني حبيت اقول لكم انه هذا هو السبب اللي احنا بنفترض فيه انه المسج سيجنال هي كوساين. طيب اذا افترضنا انه الاف اوف تي هي عباره عن كوساين، فانه الفاي اي ام اوف تي شو حتكون بتساوي يا شباب؟ حتكون زي ما قلنا انه هو ال A cosine omega ct plus f of t cosine omega ct. نطلع ال A عامل مشترك بضل عندي ايش؟ ال A طل هذا الاشي بيساوي ال A خليها عامل مشترك بضل عندي، او عفوا مش ال A cosine omega c عامل مشترك بضل عندي جوا الاقواس A plus ايش اللي هي ال f of t. ماشي؟ من كوساين اوميجا سي تي. طيب هلا نعوض بال f of t على اساس انه هي sinusoid، فبتصير عندي a plus a sub m كوساين اوميجا sub m t الكل مضروب في كوساين اوميجا سي تي. ماشي؟ طيب هلا نرجع نعوض بال a sub m بدلاله modulation index، فبصير عندي هون a plus m في a cosine omega m t كل مضروب في cosine omega c t. طيب لما اجي على هاي السيجنال يا شباب، هاي السيجنال كامله، اقول الانفلوب تبعها بدك عشان تعرف الانفلوب لهاي السيجنال بدك تشيل الكوساين وتشوف شو ضل عدد الكوساين، ضل هذا الاشي. ماشي؟ هذا الاشي ايش ال ايش الماكسيمم لهذا الاشي؟ الماكسيمم لما تكون الكوساين هاي ايش؟ يعني لما تكون الكوساين يعني الماكسيمم لهذا التيرم اللي جوا الاقواس هو لما تكون عندي الماكسيمم هون للكوساين بتساوي ايش؟ واحد. فالماكسيمم حتساوي اللي هي a plus m a واللي هي حتساوي 1 plus m الكل مضروب في a. مضبوط؟ طيب المينيمم متى بنحصله؟ لما تكون عندنا ايش الكوساين بالمينيموم فاليو اللي هي ماينس 1، فبصير عندنا المينيموم بيساوي a ماينس m a. مضبوط؟ وهذا ايش بيساوي؟ a في 1 ماينس m. من هون جبنا الماكس والمينيموم اللي عوضناهم في القانون. اوكي شباب؟ طيب هلا هون احنا يعني بنوقف هون، وان شاء الله المحاضرة الجاية اللي هو بنبلش بالسكشن اللي هو يعني بيتحدث عن حسابات الباور في الدبل سايد باند لارج كارير سيجنالز. اوكي؟ طيب يا شباب ان شاء الله بشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.